موطني 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 ذا الهبا. ونادى مناد من أرض الفراعنة بكل جوارحه قائلا: فعلم أهل الدار أن بلد المليون شهيد قد حضر، فلما سمعها الفدائي رد قائلا: تعبنا والله تعبنا، والمنتخب أدى أحلى مباراة وربح في النفس الأخير مثل مباراة ساحل العاج، مع النفس الأخير إجا الفوز عشان يكون طعمه حلو. نعم، هكذا وكما عودنا الجمهور الكروي الجزائري الحامل لوطنيته الجزائر الصينية أينما حل، يجدد عهده لأرض الرباط من أرض الكنانة التي تناصره وتشجعه هي الأخرى. تعلمنا في الجزائر معنى النضال الحقيقي ومعنى الرجولة. أنا تخرجت من الأكاديمية الحربية الجزائر. الجزائر هي الروح والقلب، عشنا فيها لسنوات طويلة، وجبنا اليوم أن نكون معها في هذا اللقاء التاريخي، ونتمنى أن يكون لها في العاصمة طبعا. 1-2-3 في فالجيري. محاربين الصحراء وكل فلسطين معكم، وكل الجزائر في قلب كل فلسطين. 1-2-3 في فالجيري. والأجمل في كل هذا أن تمثيل الجزائري المشرف في تصفيات كأس إفريقيا لهذه السنة جعل كل العرب تصدح باسم الجزائر، فالشارع المصري يقول: أنا أشجع الجزائر طبعا عشان هم أحسن، يعني أحسن فريق في البطولة، تغير أن هم فريق عربي وكانوا بيلعبوا بروح، يعني كان عندهم عزيمة وإصرار أن هم يوصلوا النهائي عشان يحققوا الرقم الثاني اليوم. أنا كعربي جزائر. الجزائر. الجزائر طبعا. أشجع الجزائر طبعا. الجزائر. وتونس تؤكد هذا. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. أنا تونسي، أم تونسي والبوزيري، ومبروك تونس، مبروك الجزائر، إن شاء الله ديما الجزائر هكا على بيت تونس. تحية تونس، تحية الجزائر، شعب واحد، شعب واحد. أما المغرب الأقصى فيجزم: نتمنى على أن تعود الكرة مرة أخرى ويفوز المنتخب الجزائري ويفرح الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة. احنا فرحانين بزاف الجمهور الجزائري، وكنقول لهم تبارك الله عليكم، إن شاء الله هاد البطولة الجزائرية، إن شاء الله إن شاء الله. فيفا لالجيري. اجمعوا كل المعاني من عراض. بكل بساطة هي الساحرة المستديرة الجزائرية التي استطاعت تحقيق ما عجزت السياسة عنه، فلم تكتفي بتوحيد الشعب الجزائري فقط، بل جعلت كل العرب في لحظة واحدة من زمن واحد تقف احتفاء بممثل العرب. Thank you.